خلينا نروح للأستاذ علي شحاتة وليلة مباراة الزمالك وإنبي. الزمالك جاهز لافتراس إنبي أم حلمي طولان كعادته يعد العدة لأولاد ميت عقبة؟ مباراة الزمالك وإنبي فيها 9 مساء، مباراة مهمة جدا في الدوري المصري. كابتن حلمي طولان مديرا فنيا طبعا لإنبي، وبيعمل مجهود محترم مع الفرقة، وفيريرا عمل شغل كويس مع نادي الزمالك في المباريات الأخيرة. تاني يا جماعة، الأهلي يدرس الموقف، الأهلي يدرس الموقف، عشان بس الناس اللي بتسأل، الأهلي يدرس الموقف. خليني اقول لكم قائمه الكابتن حلمي طولان لمباراه انبي. حراسه المرمى محمود جاد وعبد العزيز البلعوطي، في الدفاع ابراهيم يحيى ومحمد اسماعيل وخالد رضا وفتحي السيد ومحمد حامد وعلي فوزي ومصطفى دويدار، في الوسط محمد مصطفى شكشك ومصطفى شلبي و مصطفى النحاس وجرجس مجدي وعمر عدلي ومؤمن راضي وصلاح ريكو وزياد كمال، وفي الهجوم جون ايبوكا ودينو بيتر وعبد الرحمن عماد. طبعا الزمالك دخل معسكر مغلق مع فيريرا، ويعني يمكن فيريرا كمان شاهد اكتر من مباراة لنادي امبي، واتكلموا كتير على نقاط القوة والضعف. طبعا احمد العجوز ومصطفى جمال من انبي هيغيبوا عن مواجهة الزمالك. طيب خلينا نقول قائمة نادي الزمالك. طبعا غياب شيكابالا، في حراسة المرمى محمد ابو جبل ومحمد عواد، في الدفاع محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش وعبد الله جمعة واحمد فتوح وحازم امام وحمزة المثلوثي، في الوسط طارق حامد ومحمد اشرف رؤى ويوسف ابراهيم اوباما واسلام جابر واشرف بن شرقي واحمد سيد زيزو ورزاق سيسي وسيف جعفر وسيد عبد الله، في الهجوم سيف الدين الجزيري وعمر السعيد. استاذ مجدي الفي قال لك حسبي الله ونعم الوكيل في الاتحاد الافريقي. والنبي يا استاذ احمد يا مستكاوي وما تودينيش في الحته دي، مش عايز ارد على حد. خلينا نروح للاستاذ علي شحاته. استاذ علي شحاته منورنا. بقول لك استاذ احمد، تحياتي لحضرتك ولكل متابعينك. يعني يمكن انا قلت قائمه الزمالك وقائمه انبي، قول لنا بقى انت كواليس استعدادات الزمالك لهذا اللقاء. طيب قائمه الزمالك زي ما حضرتك ذكرتها بالظبط، الكلام كله مظبوط، هو بس استبعادات الثلاثه الابرز كان شيكابالا للاصابه، امام عاشور لتراكم الانذارات، كمان عندنا نجم للفن يعني امور فنيه هو مش مقتنع بيه تماما انه يكون موجود في السكواد بتاع الزمالك، فيريرا يعني شايف انه عنده قصور في النواحي الدفاعيه، فما اعتمدش عليه خلال المباراه الاخيره ولا هيعتمد عليه في المباراه اللي جايه. ونجم خلاص اتفق تقريبا كده مع نادي الوداد انه يرجع السنه دي، وهو هيرجع بشكل فري لانه عقده انتهى مع نادي الزمالك. ده بخصوص القايمه. التشكيل المتوقع لمباراه بكره هنبدا بيه طبعا محمد ابو جبل، محمد عبد الغني، محمود حمد الونش في خط الدفاع، على الشمال احمد فتوح، على اليمين حمزه المسلوسي، نص الملعب طارق حامد، محمد اشرف رؤى، قدام احمد سيد زيزو، اشرف بن شرقي، يوسف اوباما، وامامهم عمر السعيد. ده التشكيل الاقرب لمباراه الزمالك وانبي غدا ان شاء الله الساعه 9 على استاد القاهره. يعني طيب تصريحات امير مرتضى منصور كان ليها صدى كبير جدا امبارح على الجمهور الزملكاوي، فيما يتعلق بالصفقات، فيما يتعلق باللعيبه اللي عقودها بتنتهي واللي موقفهم مجمد حتى الان، خصوصا اشرف بن شرقي وطارق حامد، وكمان اشرف بن شرقي وطارق حامد ومحمد ابو جبل. عايز اقول لحضرتك ان الزمالك يعني بشكل شبه رسمي كده اتفق مع علي الفيل المدافع طلائع الجيش، اتفق مع مهند لاشين مع الادارات كمان، يعني يعني الاتفاق مع الاثنين دول اتفاق رسمي خلاص، هو بس الاعلان هيكون بنهايه الموسم وفقا لقرارات اتحاد الكوره او شروط اتحاد الكوره انه ما يتمش الاعلان في وسط الموسم. الاثنين دول خلاص انهوا الانتقال رسمي. بقول لحضرتك يعني 100% علي الفيل ومهند لاشين في نادي الزمالك الموسم اللي جاي. طيب الصفقات الثانيه بقى اللي بنتكلم فيها، الزمالك يعني ممكن يكون حاط ايده على 7 لعيبه في الدوري المصري، لسه بنتكلم على المحترفين ما اتكلمناش عنهم، لكن في 7 لعيبه من الدوري المصري، في 3 لعيبه من بيراميدز، عمر جابر، في
في تحت المجهر برضو رمضان صبحي، في دونجا لعيب بيراميدز، لكن الكلام مع الاداره حتى الان لسه ما فيش اي تواصل ما بين الادارتين. الزمالك بيحاول يعني هو اتفق مع اللعيبه دي انها هتكون موجوده في نادي الزمالك الموسم اللي جاي. كمان الزمالك يعني اقترب بشده من عبد يحيى لومال اللي هو لاعب المحله، كمان مهاجم نادي انبي ايبوكا، الاثنين لعيبه دول والثلاثه بتوع بيراميدز والاثنين اللي خلصوا بتوع طلائع الجيش، خلاص كده دول السبع صفقات اللي الزمالك حاط ايده عليهم. ممكن اقول لحضرتك انه خلاص، بس هو فاضل الكلام مع الادارات في الخمس لعيبه، لكن اللاعبين بتوع طلائع الجيش انتهوا بشكل شبه رسمي. هنروح للعيبه الاجانب. عندنا الزمالك الكلام عن تصريحات عن حول عوده مصطفى محمد مره ثانيه لنادي الزمالك. عايز اقول لحضرتك ان الكلام ده عار تمام من الصحه. الزمالك اتفق مع مهاجم افريقي، لكن عوده مصطفى محمد يقترب من الدوري الايطالي او الدوري الفرنسي، ودول العارضين اللي جايين لنادي جلطة سراي. فلوس مصطفى محمد هتوصل امتى لنادي الزمالك؟ بقى في منتصف سته حتى اول سبعه فلوس نادي الزمالك هتكون عارض ان هم ال 4 مليون دولار، ودي اللي هتنعش خزنه نادي الزمالك بشكل كبير جدا، يخلص بقيه القضايا اللي عليه في الفيفا، بالاضافه الى عقوبه كهرباء اللي الزمالك منتظر انه يتم الحكم فيها خلال الايام اللي جايه. فالزمالك منتظر 6 مليون دولار هيحلوا له ازمات كتير جدا فيما يتعلق بالعقوبات، فيما يتعلق بالصفقات اللي بيامل انه ينهيها في بدايه الموسم. طيب استاذ علي معلش اسالك، هل تم اعلان حكم مباراه الزمالك وانبي؟ لان حتى هذه اللحظه لم يتم الاعلان عنه. حتى الان لم يتم الاعلان، لانه في يعني شايفين الاتحاد، انا دي معلومه عندي، احنا سالنا فيها اكثر من حد ليه بيتم التاخير اكثر من مره، بيتاخروا في اعلان الحكم يعني في مباراه الزمالك تقريبا وسيراميكا اعلنوا في يوم المباراه الصبح. عايز اقول لحضرتك انه الموضوع غريب شويه، لكن اللي هم بيحاولوا على قدر الامكان بيخففوا الضغوط على الحكام، يعني هو ده اللي انا عرفته من حد كده من اتحاد الكوره، قالوا ان هم بيحاولوا يخففوا الضغوط، لكن ده قرار غير صحيح بالمره. يعني المفروض حكم المباراه حكام مباراه يوم الاثنين في الجوله 18 ايسترن كامباني او شرقي الدخان ومقاولين العرب وفاركو فيوتشر وطلائع الجيش وبنك الاهلي تم اعلانهم منذ مده على موقع الاتحاد وقبل الماتش بوقت كافي. اشمعنى ماتشات الزمالك؟ قبل الماتش بيوم، يعني هو قبل الماتش بيوم، وكان كمان العصر كمان اعلنوا طاقم التحكيم. هي بس الفكره نفسها في الفرق الجماهيريه، وممكن شويه في الاهلي والزمالك بيتم التاخير، لكن اول مره يكون قبل اليوم اللي قبل سابق الماتش ما بيعلنش فيه الحكم. دي حصلت في مباراه سيراميكا، كان ثاني يوم الصبح، يوم صباح اليوم المباراه نفسها. النهارده برضو في تاخير، منتظر انه يتم الاعلان على الحكم غدا يعني الصبح، لو هو ما فيش لحد دلوقتي او متاخر زي ما في احيانا بعض قرارات اتحاد الكوره بتطلع متاخر. فالموضوع غريب شويه، لكن لما سالنا فيه هم قالوا بيشيلوا ضغوط من الحكام، او لانه باي حكم دلوقتي الجماهير من هنا او من هنا بتنتقده، بينتقدوه كاهلاوي كزملكاوي، وده اللي بيحصل على السوشيال ميديا، هم بيحاولوا يخففوا الضغوط شويه على الحكام. انا بشكرك استاذ علي شحاته، شكرا جزيلا. تحياتي لك يا استاذ احمد، شكرا جزيلا. يعني بشكر الأستاذ علي شحاتة.